الكشافات القوية، المدرجات والملعب بأضواءها الدافئة والأجواء كلها رائعة. تعرفون أن ليالي كرة القدم ينتظرها الجميع. مرحبا بكم جميعا. إنهم يبنون ملاعب كرة القدم واحدا تلو الآخر هنا في أمريكا الشمالية، واليوم نحن في أحدث ملعب، ملعب أميرالد. يمكن لخمسة وخمسين ألف مشجع الاستمتاع بمرافق الملعب الحديثة، من مواقف السيارات أسفل الملعب إلى شبكة الفايف جي. معكم اليوم في فرصة ممكن استغلالها. لا أصدق، إنهم متقدمون بفارق كبير الآن. ويمد الحكم وقت المباراة بثلاث دقائق كوقت بدل ضائع. في منطقة الجزاء هزت الكرة الشباك، سجلوا هدفا آخر واتسع الفارق، أصبح الفارق ثلاثة أهداف. ماذا سيفعل؟ ويسدد! أحرزوا هدفا آخر! مستحيل تعويض هذا الفارق! يا لها من لحظة صعبة للمدافعين. لوكا مودريتش مزق الشباك. وكلفته الكرة. هدف
لكن عليهم الآن التركيز والدفاع بصلابة.